أمرهم خذ رفع عبد العظيم بكل هدوء ليونس الحواصي. هجمة الآن ولكن ثلاثة المهاجمين أمام ستة المدافعين صعيبة الآن. سلمان ودحاج، سلمان ودحاج يبحث عن زيد كروش، زيد كروش ما كاينش هناك المساندة. خذ رفع عبد العظيم، خذ رفع الآن. فريق المغرب التطواني يهيئ لهجمة يمكن أن تحمل الخطورة والهدف. الثالثة وثمانين نتابع الآن. هجمة كانت منسقة بشكل جيد وسلمان ودحاج يمكن اعتبار بأنه كان واحد